على مستوى الدول العربية. لابد من وضع عملة تنسيقية عربية للمناضلين العرب للتضامن مع الشعب الصحراوي وإظهار الحقيقة حول الانتهاكات الحقوقية للشعب الصحراوي. لابد من الضغط على كافة المستويات، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة وكافة الدول، وتوضيح أن القضية ليست موجهة ضد الشعب المغربي ولا ضد شعب آخر، ولكن الحصول على حق الشعب فقط. سوف نعمل بعد هذه الندوة المهمة والتي حضر بها حوالي 14 دولة عربية ممثلين بمثلوا هذه الدول على التنسيق وعلى التطوير وعلى تفعيل اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي.